بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم، تابعوا معي حصتنا لهذا اليوم. قولوا بسم الله. درسنا لهذا اليوم عنوانه هو لي مو انفاريابل. لي مو انفاريابل، لي مو انفاريابل. إذن نقوم بترجمتها: الكلمات الثابتة أو التي لا تتغير. الكلمات الثابتة أي لا تتغير، انفاريابل. إذن نقول بسم الله. وفيها في هذا الدرس إن شاء الله هناك ثلاثة أنواع من الكلمات، ثلاثة أنواع من الكلمات. إذن في هذه الكلمات الثابتة تحتوي على لي زادفيرب، لي زادفيرب، وتحتوي أيضا، عفوا وضعته، تحتوي على بريبوزيسيون، وأيضا كونجونكسيون. وكونجونكسيون، إذن ثلاثة عناوين كبرى هي عنوان لهذا الدرس، سوف نقوم بشرحها، فقط تابعوا معي. إذن نبدأ بلي زادفيرب. درس لي زادفيرب كل واحد منها هو درس مستقل، ولكن هي تجتمع تحت هذا العنوان: الكلمات الثابتة أي التي لا تأخذ لا تأنيث ولا تذكير ولا جمع ولا أي شيء، يعني لا تنطبق عليها تلك القواعد. أظن أن هذا الأمر واضح. هي كلمات توضع مثلا في، ثم، تحت، فوق في اللغة العربية، هي مثلها تماما، ولكن كل واحد منها هو درس مستقل. هذا الدرس قد رأيناه سبق، ورأينا لي كونجونكسيون، هذا لم نراه بعد سوف نراه اليوم، وهذا لي زادفيرب. أنا أحاول أن أتفاداه لأنه درس طويل طويل جدا. إذن نقول بسم الله ونكتب لي زادفيرب. فيها النوع الأول، أولا أدفيرب دو طون، لي زادفيرب دو طون. كيسك لي زادفيرب دو طون؟ هو سون، باغ إكزومبل إيير، دومان، aujourd'hui. etc. Je ne citerai pas toutes les expressions, mais إذن أقوم فقط بترجمتها: أمس، demain يعني غدا، aujourd'hui اليوم، و de temps هي ظرف الزمان. لي زادفيرب هي تعني الظرف أو الأظرفة، الأظرفة جمع ظرف آخر يعني. إذن دو طون هذا يعني والتتمة، يعني كل شيء هنا هو درس في حد ذاته، كل كلمة تعني درسا في حد ذاتها. دو ليو، دو ليو تعني ظرف مكان، ومن بين هذه لي زادفيرب لدينا ici، là، là avec accent، là، derrière، devant، dessus، dessous، dedans، à côté de، près de. المهم يعني اللائحة طويلة. عندما نتناول درس لي زادفيرب سوف نوضح إن شاء الله أمره كله. إذن نقول النوع الثالث: دو كومباريزون،
de comparaison. يعني هذا الظرف، هذا adverb فيه ثلاثة أنواع: adverb de temps, adverb de lieu, adverb de comparaison. ثم سوف نضيف الأنواع المتبقية. أحاول أن أغير اللون. إذن de manière il y a bien, de comparaison pardon, plus, moins, autant, mieux, avec x à la fin, aussi, et etc. D'accord. Et 4, numéro 4, les adverbes de manière. لم أقم بترجمتها. المقارنة، هنا سوف أقوم بالترجمة. المقارنة، إذن ظرف المقارنة، سوف أقوم بشرح هذه الأمور قبل أن نمر. إذن ici هنا، هناك، derrière خلف، devant أمام، dessus فوق، وهذه تحت. Dedans, في أو داخل، داخل أو في. إذن وأمر إلى الترجمة هذه: plus أكثر، moins أقل، autant أكثر من، mieux أحسن، aussi يعني aussi أيضا. أيضا يعني أيضا، ولكن لدي معنيان يعني تفيد المقارنة، يعني بأكثر أو بأكثر، تفيد أكثر، لديها نفس المعنى من أوطون إي بلوس، ولكن في بعض الشروحات الأخرى فهي تعني أيضا، تعني الإضافة. إذا نمر إلى الخامس، عفوا إلى المانيغ كاتر. ثم نقول bien, mal, vite, lentement, rapidement, etc. Comme on peut traduire bien, حسنا, سيء. مال، فيت، سريع، ببطء، لونتمون تعني ببطء، رابيدمون بسرعة. إذن دو مانيير تعني الحالة، تعني الحالة أو الحال. ولدينا خامس نوع، لي زادفيرب دو دوغري، ou de l'intensité, degré, de degré, ou bien de intensité, d'intensité. Intensité, حضرني الشرحوا يعني الكثافة. Degré الدرجة. أنا فقط أترجم ترجمة يعني أحاول أن تكون حرفية. إذن فيها assez fort, très, peu, moins et plus. Idem. شرحها assez يعني لا بأس به، لا بأس. Fort قوي يعني très, très هذه يعني أكثر أو تعني أكثر أو تعني. لا تحضرني يعني ترجمتها، أعتذر. peu قليلا، moins أقل. إذن وهذه درجات، هذه درجات، هذه هي الأولى، هذه هي الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. درجات
يعني حسب التعبير وحسب سياق الجمل، وهنا لم أذكر جملا ولم أذكر سياقات لذلك. إذا الفيديو أصبح طويل، سوف أقوم بالتوقف عند هذا الحد، ثم نمر في الفيديو القادم إن شاء الله إلى بريبوزيسيون. إلى اللقاء.